انا ما شفناها بنتي نكذب، ما عمرني ما شفتها هي. انا قال دابا حتى قالوا لي واحد السيده، قلت نطلع الله نشوف، عمرني ما شفتها انا. تيسحبني وحده كانت في حمريه ساعه، ماشي هي هذيك حتى هي مسكينه تدلع. والله ضروري غتبقى فيك، راه خوك مسلم، خوك مسلم ضروري غادي يبقى فيك. جتنا حوايج بالصحه، وراه انا قلت لك راه كون كان عندي الجد كنت ديتها ندير الدار ودرت لها كل شيء. كنت غير واحد السيده تنعرفك، وراه مشيت جتنا من عندها الحوايج جدادين ولبستهم، راه هذا الشيء راه ما درت ليها والو انا، هذا الشيء راه ما درت لها. بقات فيا الصراحه الله، اش غنقول لك، انا هكا دايره، انا هكا دايره، بنادم تيبقى فيا ولا حمق ولا بعقل، وانا هكا دايره. اول خطره بنتي تنشوفوها غادي تكرفسوا عليها في الصراحه الله. ما عندنا الدراري هنايا تيتشنكروا تيديروا داكشي ديال الميكا. المهم نقول لك شي دراري عندنا هنا خايبين بالمعقول، ما غاديش يرحموها مسكينه. اول من الليله هنا ديالها غادي فرتوها فتير زعما الصراحه. الله يجازيكم بخير، ونقدتوها ودرتوا فيها، درتوا فيها واحد الخير كبير. منين جات لنا كون كانت بقات هنا تنمغرب ما بين المغرب والعشر، ما نتصورش شنو غادي تكون فيها مسكينه. ولكن ربي راه دار فيها واحد الخير كبير من عند الله. هادشي اللي غادي نقول، غتمشي بعدا البلاصه مامنه ومطمنه. هي راه ماشي حمقاء ولا راه تتهضر في سميتو، راه مسكينه ما خرجاش الخير، والله يحسن لها في العوان وما نعرف. ربي اللي تيشهد على كل شيء. كنشكرو اختي شوف تي في جات لهنا، قمت بالحضور لهاد السيده هذه، كانت هنا مسكينه مرميه هنايك. الحمد لله من جات شوف تي في وجاو غوتت الوقايه المدنيه، والحمد لله نقضوا هاد الدوام هاد المنطقه هذه. ما هاد المنطقه مسكينه كانت غادي تزيد تشرد فيها، وجيت نشوف باش زعما نتعرفوا عليها زعما بنت المنطقه ولا ذكم شي بلاصه كنعرفوها. ساعه ما الانسانه بعيده مسكينه خارجه، تا ماشي تا بنت المدينه، بنت القراويه ديال القنيطره. والحمد لله قلنا مسكينه باش ما كنعطيوها، جبت لها واحد الحذاء ساعه ما جاش مسكينه رجليها مراد، جايه من قنيطره وهي مسكينه كتصطم على رجليها، ما قدرش ديك الحذاء يدخل في رجليها. والناس هنا ديال الحومه جابوا لها ملابس ولبسوها، حيدوا لها ديك الحويجات اللي مكرفصين ولبسوها حويجات. ورجال الوقايه المدنيه داوها مسكينه للطبيب لا يشافيها، ونتمنوا من الله عائلتها يعرفوها ولا شي ناس اللي كيشوفوها كشافوا اللايف يتعرفوا عليها. وراها في مكناس دابا، راه في مكناس. هاد المرأة مسكينة ما كنعرفوهاش، جينا سيبناها هنا في الشنطي قاعدة هنايا، جا شي واحد عطاها سروال وجاكيطة سترا، ومسكينة ما كنعرفوهاش هاد المرأة. جبت لها الخبز وطلع عصير، وما كنعرفوهاش غير دنا لله، كانت قنيطرة هادشي اللي كان. اللي كيعرفها يتصبع يجي يديها، مكرفصة راه ضايعة هنا في الشنطي هنايا. خاوفين عليها هي، ما كنعرفهاش عمري ما شفتها، نيطها بعيدة علينا حنا، بعدا راها بعيدة ماشي واخا هي هنا بعيدة، نيطها بعيدة علينا حنا، ما كنعرفهم هنا هاد السيدة عمري ما شفتها، ما كنعرفها ما نعرفهاش ما يكذبش الله. المهم هي من حدي ما هي في حدي ما نعرفوهاش حنا، ما كنعرفوهاش هنايا، ومرة بعدا هي ما دازت هاد الحومة هنايا، ودابا اللي عارفة مع عائلتها ولا شي جديها ما تيكونش حتى شي مشكل، هذا اللي كاين.